شنو اللي يصير إذا انطينا للقط أي خافض حرارة يحتوي على براسيتيمول أو أي دواء يحتوي في المكونات الأساسية على البراسيتيمول؟ خلونا نشوف هذا الفيديو. وصلت لي رسالة من أحد الأصدقاء يقول عندي قط، فالقط كان بيه خمول وطيته خافض حرارة براسيتيمول قبضته ويا الحليب، فهالقط وضعه مو تمام. خلونا نسمع الرسالة. يعني شلون بالسرنجز شربتها حليب وهيك، يعني خليت ببراسيتول وهاي هيك شلون زقيتها إلها قامت تطلع شلون الرغوة من حلقها هيك. بعد ما سمعنا الرسالة عرفنا أن هالقط يعاني من تسمم بمادة البراسيتيمول. شلون راح نعالجها وليش صار هالتسمم؟ القط ما عنده الإنزيمات اللي تكسر البراسيتيمول اللي هو إنزيم جلوكرونيل ترانسفيرس اللي يعمل على كسر دواء البراسيتيمول أو مادة البراسيتيمول داخل الجسم. فبهالحالة راح يكون عندي نوع من أنواع الأنيميا داخل القط، يؤدي إلى قلة كمية الأكسجين بالدورة الدموية. الجسم ما راح يوصل إلى كمية الأكسجين كافية حتى يقوم بالوظيفة الصحيحة. شلون أتصرف في هيك حالة؟ بالنسبة للمربين، إذا عرفت إن القط ماتي تناول براسيتيمول أو أنا عن طريق الخطأ انطيته براسيتيمول، الحالة أو الطريقة اللي لازم أسويها هي إنه أخلي الجسم أو القط يتقيأ هاي المادة، أو أجيبه من الصيدلية البشرية أقراص الفحم أو أقراص الكربون اللي تعمل على امتصاص المادة السمية أو المادة الدوائية داخل معدة القط. هالحالة بالنسبة للمربين. بالنسبة للأطباء البيطريين العلاج راح يكون كالآتي، إنه الإتروبين ما ألجأ إليه بصورة مباشرة مثل ما متعلمين بالمواد السمية العضوية. المواد السمية العضوية يعني إذا كان عندي تسمم بمادة عضوية أستخدم تروبين، إذا كان عندي تسمم بمادة غير عضوية ما أستخدم التروبين. التسمم عندنا بالبراسيتيمول مواد كيميائية. هالحالة راح أستخدم العلاج أو ألجأ للعلاج الآتي، إنه أزيد الانترفاسكولار فاليوم داخل الجسم حتى أرجع العمل الكبد بالصورة الصحيحة عن طريق الاي في فلويد. 2 أحقنه فيتامين بي 12. 3 إذا كان يعاني من بريديكارديا أنطي تروبين بكمية قليلة، إذا كان يعاني من أتاكي كارديا أنطي بروبونال كمية قليلة، وإذا كان يعاني من أريثيميا أنطي ليدوكين وريدي بنسبة 2%. بهالحالة أستمر عليها لحين تحسن القط، بالإضافة إلى أنه أجبر القط أنه يأكل الأكل الصحي اللي هو متعلم عليه، وأكثر من الألبان أو الحليب، يعني أعطيه الحليب أو اللبن أجبره للقط، يعني أني شلون نسميها أنه أزقه بيدي بالإسرنجة أزقه للقط. بهالحالة إن شاء الله راح يتحسن القط، ونشوفكم بموضوع جديد إن شاء الله.